بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أكون سعيد وجود اليوم معكم للانطلاق بوضع حجر أساس لمشروع ألف مدرسة. هذا المشروع الاستراتيجي المهم في بناء المجتمع وتطوير أجيالنا نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل. يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وارث أجدادنا، ويجب أن ننتبه إلى أن التعليم والعلم جزء أساسي فرقي أي مجتمع، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ عام 2003. اليوم وعدنا شعبنا بهذا المشروع وعبر الاتفاقية الصينية التي شكك الكثير من الحكومة غير جادة بتنفيذها، اليوم نضع حجر أساس لتنفيذ هذه الاتفاقية لكي نبعث رسالة أن التعليم مهم جدا في حياة أبنائنا. اليوم ننطلق على بركة الله هذا المشروع، ويجب أن نعمل كذلك على الاهتمام بالتعليم ليس في المدارس فقط، وإنما في تغيير وتطوير مناهج التعليم، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فقط، وإنما الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصة والمجتمع والمختصين، وعليه أن يجب أن نبحث عن هؤلاء المختصين ودعمهم في المساهمة في بناء العراق. يجب أن نكون كذلك واضحين أن هذا المشروع سوف يشمل جميع محافظات العراق. ألف مدرسة سوف نتابع هذا المشروع ونعمل ضمن الجدول الزمني لتنفيذه. أحب أن نشكر القائمين واللجنة العليا على هذا المشروع التي عملت ليل النهار لتنفيذه. يجب أن نحسم خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل. البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال فترة قصيرة، لكن البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت طويل. وكما ذكرت يجب أن نحسم خياراتنا بين البناء الوطن أو تهديم ما تبقى. وعلى بركة الله اليوم أعلن انطلاق هذا المشروع ونضع حجر أساس من أجل العراق ومن أجل العراقيين. عاش العراق.